نشرة الأخبار مع حمزة حسين وفاطمة طالب. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية، نبدأها من العناوين. إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب. الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية تمرير قانون الانتخابات والوقت. القضاء يحذر من حالة الفراغ الدستوري ويدعو لسماع وجهة نظره بخصوص قانون المحكمة الاتحادية. اللجنة العليا تؤكد عدم استقبال زائرين من الخارج هذا العام وتعيد فتح المتنزهات والجوامع بشروط. تدخل التمور ومن بعض المنافذ الغير مسيطر عليها، ولا نخشى ذلك، نقول نعم هناك تمور تدخل، ولكن نأمل من الأخوة في المنافذ تجديد الإجراءات. بعد سنوات من الاستيراد، الزراعة تعلن تصدير مئات آلاف الأطنان من الخضروات والشعير والتمور. شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على أهمية توفير المناخ السياسي عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة. وخلال المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد في بغداد، أكد صالح على أهمية أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وبعيدة عن سطوة السلاح. إصلاح واستحقاقه الوطني يتطلب توفير المناخ السياسي المستند لذلك، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون إرادة سياسية جادة في إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب، ويضمن للشعب حقه في تقرير مصيره ومستقبله بنفسه بدون قيمومة أو تدخل، والانطلاق نحو معالجة الخلل البنيوي القائم في المنظومة السياسية الحالية. من جانبه، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أهمية الإسراع بتشريع قانون الانتخابات ليتسنى للحكومة المضي في التحضير للانتخابات المبكرة. فيما يخص العقد الاجتماعي والانتخابات، والحمد لله والشكر اليوم احنا قاعدين عندنا حامي الدستور ويانا رئيس الجمهورية، وهو رئيس المؤسسة التشريعية رئيس البرلمان، فأتمنى أن يساهموا بترسيخ مفهوم العقد الاجتماعي والتسريع بإرسال قانون الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات المبكرة. وفي لقاء منفصل ناقش رئيس الوزراء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخرت ثلاثة ملفات، وذكر بيان لرئاسة الوزراء أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك مع البعثة الأممية في مجال التنسيق لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة والمقرر إجراؤها في حزيران العام المقبل، ودورها في المراقبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا أن اللقاء شهد أيضا مناقشة دور بعثة الأمم المتحدة فيما يخص ملف النازحين وبحث الجهود الحكومية التي تنصب في حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن. كما وبحث الكاظمي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا. بيان لمكتب رئيس الوزراء ذكر أن الجانبين أكدا أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، مضيفا أن رئيس الجمهورية والبرلمان شددا على المضي قدما بإجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد. وكان الحلبوسي قد طالب القوى السياسية بالإسراع بتشريع قانون الانتخابات، وأكد أهمية تعاون الجميع في المضي بإجراء انتخابات نزيهة. أرجو من القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها في إكمال قانون الانتخابات. القوى السياسية المشكلة لمجلس النواب ممكن لديهم ملاحظات تتعلق ببعض الجزئيات هنا وهناك،
خلينا نفكر في إطار الوطن ككل وإعادة الثقة بالعملية السياسية، لا نبحث عن جزئية انتخابية تتعلق بالكتلة سين أو بالكتلة صاد. متى ما تمكننا من تغليب المصلحة الوطنية ستعاد الثقة حتى بالأحزاب السياسية نفسها. هذا ودعا رئيس تحالف عراقيون السيد عمر الحكيم إلى إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بعيدا عن سطوة السلاح والمال السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، فضلا عن تشريع قانون عادل ومنصف. نجدد دعمنا لإجراء الانتخابات المبكرة، وندعو مجلس النواب إلى حسم الخطوات المتعلقة بتنفيذها كحسم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، أو تعديل الفقرة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية الخاصة بتعويض الأعضاء، أو بالتصويت على مشروع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية. نريد انتخابات نزيهة وعادلة يكفل فيها التنافس الشريف بعيداً عن سطوة السلاح والمال السياسي وحملات التسقيط والتشهير والتخوين، وبقانون عادل ومنصف ومؤهل لإنتاج نواب يحظون بتمثيل حقيقي وواقعي للشعب. وعلى الرغم من بدء العد التنازلي للانتخابات المقبلة، إلا أن صراعات الكتل ما تزال نفسها على قانون الانتخابات، فالضبابية لم تنتهي بسبب انقسامات القوى السياسية على شكل الدوائر الانتخابية، وسط أحاديث من نواب على ذهاب البرلمان نحو التصويت بالأغلبية لحسم هذه القضية. وسط جدل وضبابية في المشهد السياسي، تنحصر مواقف الكتل النيابية بشأن شكل الدوائر الانتخابية بثلاثة اتجاهات مختلفة. ففيما تؤيد بعض الكتل إجراء الانتخابات وفق الدوائر المتعددة على مستوى القضاء، تذهب كتل أخرى باتجاه تقسيم المحافظة إلى دائرتين أو أكثر، في حين تتمسك كتل أخرى بالدائرة الواحدة. نحن مع توصيات المرجعية الحكيمة بانتخابات مبكرة ودوائر متعددة وانتخاب وترشح فردي على مستوى القضاء، أكيد حسب ما طالب به الشارع العراقي والمتظاهرين. وجهة نظرنا أن تكون الانتخابات هي المتوسطة الدوائر، وهذا أيضا يعني يحفظ مكانة المرأة، وكذلك تحفظ فيها الكوتا النسوية، كل أربع مقاعد تكون لضمن دائرة واحدة. أعتقد هذا فيه شيء من العدالة وفيه شيء من الإيجابية للجميع. في المقابل ترفض كتل نيابية أخرى كالكتل الكردية إعلان موقفها الرسمي من الدوائر الانتخابية، وتنتظر اجتماع الكتل النيابية كافة للتوصل إلى صيغة نهائية بشأن هذه المادة ترضي جميع الأطراف. نحن إلى الآن طبعا في صدد دراسة الموضوع، لأنه الموضوع صوت عليه، لم نصوت نحن عليه، صوتت عليه بعض الكتل السياسية، ولكن مع ذلك نحن الآن في صدد دراسة جميع الرؤى، حتى رؤية الدائرة الواحدة والرؤى الأخرى، ومدى ما كونت لدينا رؤية واضحة طبعا تتناسب مع يعني معطيات وتحديات المرحلة سنعلن عنها. إزاء هذا التعدد بالآراء والمواقف، يقول برلمانيون إن مجلس النواب سيذهب إلى التصويت بالأغلبية لحسم الدوائر المتعددة في حال لم يتم التوافق على صيغة محددة. ومع تحديد حزيران المقبل كموعد لإجراء الانتخابات المبكرة، يرى مراقبون للشأن السياسي ضرورة اتفاق الكتل على صيغة موحدة للقانون وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه، كي يتسنى لمفوضية الانتخابات إجراءها بالوقت المحدد. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. مشاهدينا الكرام، نفتح هذا الملف المهم. ينضم معنا من كربلاء المقدسة النائب عن تحالف سارون الدكتور رياض المسعودي. دكتور، أهلا بك. جلسة اليوم خلت من تعديل قانون الانتخابات، على الرغم مما يقال بأنه ربما الوقت ليس في صالح حسم هذا الموضوع، وأنه يجب أن يعني تحال إلى مفوضية الانتخابات كي تتمكن من إجراء كل المفاصل والأرضية لإجراء الانتخابات المبكرة. دكتور، سمعتني؟ طيب
دكتور إذا كنت تسمعني أهلا وسهلا بك. يعني اليوم جلسة البرلمان خلت من يعني النقاش بشأن تعديل قانون الانتخابات، لماذا خلت جلسة البرلمان من هذه الموضوعة المهمة اليوم؟ طيب حتى يتحسن الاتصال مع الدكتور رياض المسعودي نكمل هذه النشرة. دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أصحاب القرار من داخل وخارج البرلمان إلى الأخذ بوجهة نظر المجلس في تشريع قانون المحكمة الاتحادية، كونه يبقى المنبع الوحيد لترشيح قضاة هذه المحكمة باعتباره الجهة المسؤولة إداريا عن جميع القضاة، وهو الأعلم بمن تتوفر فيه الشروط المؤهلة لرئاسة أو عضوية هذه المحكمة. زيدان أوضح أن هناك محاولات لخرق سيادة القانون واستقلال القضاء من خلال سعي البرلمان لإقرار قانون المحكمة الذي أصدره رئيس الوزراء في حينه، كونه عد قانونا مؤقتا مبينا أن القضاء الأعلى سبق وأن حذر من حالة الفراغ الدستوري الذي أوجدته المحكمة الاتحادية بعد إلغاء المادة 3 والتي يتم من خلالها ترشيح وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية. وفي المقابل وإلى جانب تصريحات مجلس القضاء الأعلى، فإن حالة الانقسام بين القوى السياسية ما تزال مستمرة بشأن قانون المحكمة الاتحادية، فيما اتجه نواب إلى التأكيد على أهمية استقلالية القضاء، وبعضها راح يطالب بأن تكون المرحلة مرتبطة بالقضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى يحذر من حالة الفراغ الدستوري في عمل المحكمة الاتحادية، ويدعو القوى السياسية إلى معالجة هذه الحالة وفق مواد الدستور، ويتهم الأحزاب السياسية باستغلال الفراغ الدستوري وطرح مقترحات تخرق سيادة القانون. نواب أيدوا هذا الطرح واستبعدوا الاتفاق بسبب الاختلافات بين الأحزاب السياسية. في ملعبنا لكن أخي سطوة الأحزاب بدأت مزعجة وتربك الوضع وتنذر بخطر. أحزاب تريد قياسات حتى تحمي نفسها، حتى تحقق مآرب هي تعتقد بها نجاح له، هذا خطأ. القانون يجب أن يستقل، والقضاء هو المسؤول عن التشريعات، ومجلس النواب هو من يصوت، لأنه بالأخير المحكمة الاتحادية أنت ما راح تجيب لها فلاح، راح تاخذ لها قاضي من مجلس القضاء. شنو المشكله؟ مع الاسف القوى السياسيه نظرتها ضيقه للامور، حساباتها ضيقه للامور، وقفت في وجه هذا القانون، وكان المفترض ان حقيقه هذا التعديل او القانون يمضي منذ وقت مبكر. تشريع القانون الاصلي عليه خلافات كبيره، ولا يمكن تشريعه، ولا يمكن تبقى المحكمه الاتحاديه في حاله فراغ. جمعنا 50 توقيع وقدمتها لرئاسه مجلس النواب، ووافق عليها رئيس مجلس النواب بتعديل فقط الماده 3 من قانون 30، ولكن مع ذلك لم يحصل. التوافق بين الكتل السياسية هو من ينهي معضلة المحكمة الاتحادية بحسب نواب، لوجود اختلافات كبيرة ليس في البرلمان فقط، وإنما في الدستور وبين فقهاء الدين والقانون وعلى نسبة التمثيل. دون المحكمة الاتحادية لا توجد قوانين تصادق، حتى النواب يصادق عليه من المحكمة الاتحادية. الحل هو أنه الكتل السياسية تتفق على صيغة تمرر قانون المحكمة الاتحادية بشكل توافقي. وفيما حذر مراقبون من خطورة المرحلة باستمرار الفراغ الدستوري مع وجود استحقاقات مقبلة تحتاج مصادقة المحكمة الاتحادية كالانتخابات، أكد قانونيون أن حسم موضوع المحكمة الاتحادية يحتاج إلى أغلبية بسيطة داخل مجلس النواب، لكن حسم موضوعها من عدمه مرهون بالتوافقات السياسية وتعارضه مع رغبة بعض الأطراف بعدم إجراء الانتخابات المبكرة. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. نتابع هذا الملف مع الخبير القانوني الأستاذ علي التميمي. أهلا بك أستاذ علي معنا في النشرة. يعني نتحدث اليوم عن موضوع صعوبة تعطيل عمل القضاء وتحديدا المحكمة الاتحادية، يعني إلى أي مدى تتفق اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بالضبط بشأن سريان المادة 3 في قانون المحكمة الاتحادية، يعني لحين موضوع اختيار البديل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك ست فاطمة وأستاذ حمزة والسادة المشاهدين.
طبعا بالتأكيد يعني بدون قانون المحكمة الاتحادية لا يمكن أن تجرى لا انتخابات مبكرة ولا انتخابات عادية، لأنه وفق المادة 93 من الدستور الذي يصادق على الانتخابات سواء كانت مبكرة أو عادية هي المحكمة الاتحادية. فبالنتيجة المحكمة الاتحادية اليوم تعاني من نقص في التشكيلة، أحد الأعضاء غير موجود خرج على التقاعد. المحكمة الاتحادية سابقا في قرار ألغت المادة 3 من قانونها. شنو المادة 3؟ ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية يكون عن طريق مجلس القضاء. ألغت المحكمة الاتحادية، هم عندهم نقص اليوم في التشكيلة وقانونها، دخلوا في مشكلة، فبالنتيجة هم ما يقدر يعقدون الجلسات. السيد رئيس مجلس القضاء المحترم وضع يده على الجرح عندما قال بأنه هذه مشكلة، فعلا هذه مشكلة. كيف تحل؟ هل الحل في أنه يتم العمل بالمادة 3 مع تعديلها، أم تشريع قانون المحكمة الاتحادية الدستوري اللي نص عليه الدستور اللي معلق اللي بمشكلة فقهاء القانون والشريعة اللي يحتاج إلى ثلثي الأعضاء؟ أيهما أسهل برأيي؟ تعديل هذا القانون النافذ رقم 30 لعام 2005 أسهل، لأنه ممكن أنه البرلمان في جلستين يعدل بإشكاليات هواية. يعني هناك من يقول بأنه إشكاليات في هذا القانون، منها أنه ربما يدخل في موضوعة حمال أوجه بعض الفقرات، في مثلا فقرة أنه من هي الكتلة الأكبر اللي تحت البرلمان أم اللي تفوز. لا، هو هذا مو موضوع المحكمة الاتحادية أستاذ حمزة. هذا القانون، قانون المحكمة الاتحادية، هذا يتكون من 11 مادة رقم 30 لعام 2005، ينظم عمل المحكمة الاتحادية، نظامها الداخلي، شلون الترافع، هذا نافذ. لكن بي صار نقص في الموضوع اللي هي المادة 3، واكو قانون ثاني هو المشروع قانون المحكمة الاتحادية اللي هو المؤقت، اللي هو بعد ما مشرع، اللي البرلمان صار 10 سنوات وما شرعه. هنا أيهما أسهل في التشريع؟ أن يتم العودة إلى قانون الرئيس، الرئيس اللي هو رقم 30، تعديل مادة 3. أكو مقترح أنه يبقى ترشيح القضاة من قبل مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية، هذا حل ممكن أن يلجأ له البرلمان لحل المشكلة، لأنه بدون المحكمة الاتحادية مرة أخرى لا فائدة من إجراء انتخابات، لا فائدة من تشريع قانون انتخابات. هذا القانون، قانون المحكمة الاتحادية، أخطر وأهم من قانون الانتخابات، خطر جدا هذا. طيب هنا دور القضاء كيف يكون بالضبط؟ ألا من المفترض أن تكون لديه دور مهم ومساهمة كبيرة في هذا القانون؟ القضاء لا علاقة له بالموضوع. الرجل رئيس مجلس القضاء أعطى رأيه، قال المفروض قبل أن تلغى المادة 3 من القانون رقم 30 كان المفروض أن البرلمان يعدل المادة حتى ما نكون فراغ دستوري، ماكو حل مسألة ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية. لهذا ستنا أنا برأيي كان هذا الإلغاء المستعجل للمادة 3 أحدث هذا الفراغ الدستوري. القضاة أو مجلس القضاء هو أدرى بالقضاة. ليش؟ لأن القاضي عندما يتخرج من المعهد القضائي إلى أن يطلع تقاعد هو إدارة شغله عمله في مجلس القضاء. لهذا القضاء أدرى بالقضاة، هو اللي يرشحهم، هو اللي يزكي هذا ويعطي ذاك. فلهذا المحكمة الاتحادية حل إشكاليتها بإعادة العمل بالمادة 3 مع تعديلها، تعديلا ينسجم مع الوضع الحالي والكرة في ملعب البرلمان. طيب، إذن كنت معنا ضيفا عزيزا الخبير القانوني علي التميمي، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نعود مرة أخرى إلى ضيفنا من كربلاء عن تحالف سائرون الدكتور رياض المسعودي. أهلا بك دكتور. اليوم جلسة البرلمان اللي انعقدت خلت من تعديل قانون الانتخابات، لماذا دكتور لم يحسم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية أو قانون الانتخابات، خاصة وأن تأخيرها ربما سيحرج مفوضية الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا سيد الكريم ولا زميلتكم ولا مستمعي ومشاهدي قناة الإخبارية العراقية. أخي العزيز، يعني لابد من توضيح حقيقة أن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي قد اكتمل بشكل تام وتم التصويت عليه بمجمله، فقط ما بقي هو المادة 15 أولا التي تتحدث صراحة عن دوائر انتخابية متعددة، وبالتالي لا زالت القوى السياسية غير متفقة على عدد هذه القواعد، العفو، هذه يعني القوائم الانتخابية، فبالتالي عدد الدوائر لا زال مبهم، وتحاول القوى السياسية جاهدة
إلى التواصل إلى يعني حل توافقي وبين القوى السياسية. اليوم الآراء المطروحة هي ثلاثة آراء، الرأي الأول 237 دائرة انتخابية، وهناك رأي آخر يقترح أربع مقاعد انتخابية لكل دائرة، والرأي الأخير أن تكون أو أن يكون القضاء دائرة انتخابية واحدة. بالتالي المشكلة هي معقدة، يعني أما هي مشكلة سياسية زائدا مشكلة فنية. وكما تفضلتم عملية التأخير في إقرار الجدول الملحق بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، نعم بكل تأكيد سوف يعني تجعل أو تضع المفوضية المستقلة العليا انتخابات بزاوية حرجة. ولكن بذات الوقت علينا أن لا يعني نقوم بتشريع هذا الجدول وهناك خلافات حقيقية وخلافات حادة بين القوى السياسية قد تؤثر على هذا القانون، وقد تؤثر على نسبة المشاركة، وقد تؤثر على طبيعة النتائج. لذلك القوى السياسية ترتئي أن تعمل وفق مساحة مشتركة لغرض الوصول إلى نتائج إيجابية تشجع الناخب العراقي على المشاركة، وأيضا تضمن لنا نتائج إيجابية تحظى بمصداقية ومقبولية. نعم دكتور، هل هناك مناكفات تصل إلى مرحلة ربما تعطيل تعديل القانون، أم أن هناك يعني توافق شبه توافق باتجاه التعديل؟ يعني بعد أن كان هناك ستة آراء في هذا الموضوع، تم حصر الموضوع في الآراء التي ذكرتها لحضرتكم. نعم. وأنا أعتقد أن القوى السياسية نعم هي جادة صراحة في الوصول إلى يعني تعديل سريع للجدول الملحق، ولكن بذات الوقت هي لا ترغب بالتفريط بهذا يعني الجدول لكي يكون يعني جدول خارج رؤية هذه القوى السياسية. عموما أنا أعتقد أن الأسبوع القادم بكل تأكيد إن شاء الله تعالى ستتوصل القوى السياسية إلى قراءات مهمة، وبحال أن فشلت لا سامح الله في ذلك هناك رؤية للوصول إلى حلول توافقية وتمضي بالتصويت بالأغلبية تحت قبة مجلس النواب العراقي. طيب. لأنه في حال أن تأخر إقرار هذا القانون يعني خارج شهر أيلول الحالي، بكل تأكيد توقيتات المفوضية المستقلة للانتخابات سوف تختلف، هناك جملة من الإجراءات وخارج الطريق المفوضية ينبغي أن تتتب. يعني هل هناك مانع من التوجه إلى يعني نظام الأغلبية في تمرير هذه المادة، على اعتبار أن هذا النظام ربما هو يحسم الجدل كونه نظام ديمقراطي؟ لا شك في ذلك، لكن المسألة المهمة أنه بعض القوى السياسية صراحة يعني تلوح بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية بعد إقرار هذا الملحق والدفع به إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية. وبالتالي في حال أن تم يعني الذهاب إلى المحكمة الاتحادية، الكل يعلم أن المحكمة الاتحادية الآن منقوصة العدد. وبالتالي نقع في فراغ دستوري. إذن بعض القوى السياسية تفكر، خصوصا الأخوة في إقليم كردستان، القوى الكردستانية تفكر جديا أنه بحال تم تمرير ملحق قانون انتخابات مجلس النواب العراقي فسيذهبون بكل تأكيد إلى المحكمة الاتحادية. هو دكتور رتسلك عن مواقف القوى يعني تحديدا السنية والكردية من تعدد الدوائر، لمن هي الكفة الأقوى؟ يعني هذا الموضوع أخي العزيز لا يرتبط بالقوى الكردستانية وتحالف القوى العراقية. هناك 12 قوة سياسية في العملية السياسية هي غير متفقة. حتى القوى الشيعية إذا صح التعبير غير متفقة. يعني الجميع قد أو الأغلبية قد صوت على الدوائر يعني متعددة، ولكن لم تحدد. أكثر وضوحا موقف تحالف سائرون بدائرة واحدة لكل مقعد نيابي، وأيضا الأخوة في إقليم كردستان يرغبون أن يكون العراق بمجمله دائرة واحدة. هم يرفضون بشدة الدوائر المتعددة ولم يصوتوا على هذا التعديل عند قراءته في حينها. لذلك ترتئي هذه القوى جميعا إلى الوصول إلى حلول توافقية تضمن أن يكون هذا القانون شفاف وعادل كما طالبت به المرجعية والشعب العراقي. طيب دكتور، وبذات الوقت أيضا هم نعم فيما يخص دكتور أنه الحكومة الآن رمت الكرة بملعب مجلس النواب، يعني وكان الجميع طالب ويطالب بانتخابات مبكرة، هل بعد كل هذا التأخير ستحملون الحكومة مسؤولية تأخر الانتخابات المبكرة؟
أبدا سيد الكريم، الكل يعلم أن ليس من حق الحكومة تحديد موعد انتخاب. نعم. لأنه الدستور واضح في المادة 56 وفي المادة 64. نعم. واجب الحكومة سيد الكريم هو توفير الدعم اللوجستي والدعم المادي وحماية هذه الانتخابات وتوفير البيئة المناسبة لإجرائها، وبالتالي إذا كانت انتخابات مبكرة فالمسؤول عن إجراء هذه الانتخابات المبكرة هو مجلس النواب العراقي. نعم. الخطوة الأولى تبدأ أخي الكريم بأن يحل مجلس النواب العراقي نفسه بطلب من ثلث عدد أعضائه أو بطلب مشترك من رئيس الجمهور من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. نعم. بالتالي دور الحكومة هو توفير الأجواء المناسبة لإجراء هذه الانتخابات ودعم دكتور هذه الانتخابات فيما يخص دعم اللوجستية. فيما يخص يعني عملكم، يعني الآن هناك مشكلة أخرى ليست فقط مشكلة إقرار القانون وإنما مشكلة حتى المحكمة الاتحادية. نعم أخي العزيز، أيضا للتوضيح. نعم. أن قانون المحكمة الاتحادية تم استكماله من جميع منظمة الصحة العالمية فضلاً عن المضي بالشراكة مع الصين والإمارات لتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منها. من جانبها أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق. الوزارة وفي موقفها الوبائي اليومي أكدت تسجيل 4234 حالة شفاء في عموم المحافظات خلال الساعات 24 الماضية، وبينت أن مستشفياتها رصدت أيضا وفاة 3083 عفوا شخصا بسبب مضاعفات هذا الفيروس. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا في الاستوديو المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر. دكتور سيف، يعني نتحدث أولا عن قرارات لجنة الصحة والسلامة، هل موضوع إعادة فتح المساجد والمتنزهات يعني موفقا في ظل استمرار موجة أزمة كورونا بالضبط وارتفاع الأعداد؟ شكرا جزيلا، تحية لك مشاهدينا الكرام، ومرة أخرى نشكر شبكة الإعلام العراقي وجهود العراقية الإخبارية المواكبة. اليوم كنتم معنا أيضا لتغطية أول فريق استقدام طبي من خارج العراق بعد جائحة كورونا، وكان بإشراف السيد الوزير شخصيا في مستشفى ابن سينا، وكانت العراقية حاضرة. واليوم بدأنا بأول 26 عملية لحالات مستعصية، حالات صعبة أكثرها مشاكل في الكسور والعظام والعمود الفقري. والآن جاني خبر قبل أن ندخل الاستوديو أنه 10 عمليات من هؤلاء 26 اللي هم ضمن الوجبة الأولى وكوجبات أخر، الحمد لله 10 حالات 10 عمليات تمت ووضعهم جيد. بس تعقيب على موضوع المساجد للصلوات باستثناء صلاة الجمعة، طبعا صلاة الجمعة لحد الآن إيقاف إجراءها طبعا في كل المساجد في عموم البلاد. سيدتي، موضوع القرارات الأخيرة اللي انت عارفين حضرتك بعد كثرة المطالبات بالعودة تدريجيا
للحياة مع الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة. هذه هي النقطة الأساسية والنقطة المهمة. طيب. لأن احنا لاحظنا انه والجميع لاحظ وانتم اشرتم هذا الموضوع وطالما ناقشناه هنا في هذا الاستوديو انه قرارات الحظر الشامل وقرارات الحظر الجزئي والحظر المناطقي لم يكن هناك التزام حقيقي بها. وحتى الطرق العامة عندما قطعت واغلقت الطرق بين مدينتين رئيسيتين، لكن التباعد الاجتماعي لم يطبق داخل المدن، ولعله هذا راجع بالدرجة الأولى إلى مستوى الوعي والثقافة الصحية، لكن في نفس الوقت بسبب جهود المتواصلة للوزارة وأيضا جهودكم أنتم وسائل الإعلام هناك شيء من الوعي المتزايد ببطء لكنه لا بأس به. والآن نلاحظ أن هناك في الوقت الذي لا زال هناك نسبة غير قليلة لحد الآن لا يعترفون بوجود كورونا أصلا، لكن نلاحظ في نفس الوقت أن هناك نسبة جيدة تلتزم هذه النسبة نعمل على زيادتها. طيب موضوع قرارات هنا يعني تأتي جديدة في هذا الخصوص، يعني للالتزام أكثر لتوعية المواطن بشكل أكثر بهذا الموضوع؟ يعني احنا نذكر أنه في الفترة الماضية كان موضوع العودة بالحياة الرياضية لكن مع شروط ومحددات أنه ماكو جمهور، وأيضا لجان مشتركة من وزارة الصحة ووزارة الشباب لمتابعة الموضوع. الآن موضوع العودة لموضوع الأسواق وغيرها أيضا بشروط ومحددات، وموضوع المطاعم أيضا جدا مهم. طيب. ومتابعة من قبل الفرق الصحية التابعة للرقابة الصحية في دارة الصحة العامة، طبعا الشعب النظيرة في بغداد والمحافظات، ومحاسبة طيب. المخالفين. الفكرة العامة يعني في هذا الخصوص دكتور سيف، يعني لدينا أيضا تصريح فيما يخص موضوع الزيارة، يعني نذهب إلى هذا التصريح ونعود إليك، حيث أكد وزير الصحة حسن التميمي وضع ضوابط صحية خاصة بالزيارة الأربعينية، وبينا أن الوزارة توجهت كل المفارز الطبية لتكثيف حملات التعفير وتوفير الكمامات أثناء الزيارة، فضلا عن إيقاف إدخال الزائرين الأجانب إلى العراق. نحن مقبلين على الزيارة الأربعينية، أيضا وزارة الصحة وضعت ضوابط ووضعت تعليمات إلى المواكب الحسينية إلى الفرق الطبية، وجهنا دوائر الصحة وجهنا كل المفارز الطبية بالاستمرار بعمليات التوعية بعمليات التعفير بعمليات توفير الكمامات، وأيضا طالبنا المواكب الحسينية بعمليات ستكون هناك عمليات من قبل المفارز الطبية بإجراء المسوحات والفحوصات البي سي آر، وكذلك المسح الوباء الفعال لكل المواكب، ولا نسمح بوجود أي عامل بهذه المواكب إذا ما كان هو سالم من هذا الفيروس ولديه فحص من هذا الفيروس. وأيضا هنا لابد أن ننوه أن لدينا تواصل مع كل دول العالم التي لديها من الزائرين وعشاق الإمام الحسين والزائرين إلى كربلاء، واتفقنا على أن تغلق الحدود العراقية وعدم السماح بدخول الأراضي العراقية من قبل أي من الزائرين بالوقت الحاضر. مرة أخرى نعود للدكتور سيف البدر. دكتور سمعت إلى تصريح السيد الوزير، يعني هذا أيضا من الأشياء المحرجة يعني بالنسبة لهذه الفترة التي يمر بها العراق، موضوعة الزيارات ربما تزداد نسبة الإصابات. كما بين السيد الوزير نحن نقدر المشاعر الدينية، كنا احنا من الناس اللي تعودنا على زيارة الأئمة، لكن هو ظرف استثنائي ظرف غير طبيعي. نتأمل إن شاء الله خلال الفترة القريبة المقبلة أنه نعدي هذه الأزمة، وإحنا شفنا حتى موسم الحج في الديار المقدسة أنه ما كان هذه السنة كان يختلف عن السنوات السابقة. نحن مضطرون إلى هذا الموضوع، نتأمل من الجميع أن يكون على قدر المسؤولية. يعني دكتور أصواتكم دائما تعلو للمطالبة بالالتزام، لكن يعني أيضا نشاهد قلة الملتزمين، يعني هل هناك يعني حاجة إلى دعم خاص وإلى أجهزة حتى يكون هناك التزام كبير؟ سيد الكريم، ما ممكن لوزارة الصحة مهما كانت جهودها في ظروف طبيعية مو ظروف استثنائية اللي تمر بها الوزارة أو يمر بها البلد بشكل عام، ما ممكن أن ننجح إذا ما كان هناك تعاضد. كل القطاع الحكومي، منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، دوركم أنتم، الشخصيات العامة، الفنانين، الرياضيين، رجال الدين، شيوخ العشائر، الشخصيات اللي إلها صوتها وإلها جمهورها والناس تحترم كلامها، إذا ما صار جدية وشعور عالي بالمسؤولية والكل عمل من خلال موقعه كل حسب اختصاصه وحسب ما يستطيعه، ونكرر رسالة التثقيف والتوعية الصحية بأن كورونا خطرها ليس فقط على عدم الملتزم، يعني أنا إذا شخص ملتزمت بالتوجيهات المرض ما راح يكون فقط علي، أنا راح أكون مصدر للعدوى، راح أنقل العدوى لأبي أمي الناس الكبار زملائي بالعمل، وهذا اللي شفناه. إحنا شفنا كثير من الحالات وصلت إلى الوفاة، ناس مقعدين بالبيوت ما طالعين من بيوتهم توفوا بسبب أحد الشباب اللي ما ملتزم وما بينت عليه الأعراض، يعني مناعته جيدة. ممكن يرجع الحظر بشكل تام ربما؟
يعني لكل حادث حديث. اللجنة العليا للصحة والسلامة مرتبطة بها لجان استشارية من خبراء في علم الوبائيات، علم الأمراض الانتقالية، علم الفيروسات، وكل المستجدات تدرس بشكل يومي في لجنة أخرى في وزارة الصحة. يعني إحنا إذا صار أي مستجد أي شيء جديد بهذا الخصوص تكون هناك اجتماعات بشكل يومي. وأيضا موضوع مهم لازم نعرج عليه هو أملنا إن شاء الله قريبا يتمكن العالم من إيجاد لقاح فعال ضد هذا الفيروس. لحد ذلك الوقت أفضل وسيلة وأفضل سلاح نمتلكه هو مبدأ الوقاية خير من العلاج، وهناك بعض الأمل الكبير إن شاء الله. ووزارة الصحة متواصلة مع التحالف الدولي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية، متواصلين مع كل الدول التي ترعى تجارب تطوير لقاحات سواء كان روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا. المهم أنه متى ما بداية الاستضافة، متى ما أقر أي لقاح في أي مكان للعالم وأثبت فعاليته، سيكون العراق من أولى الدول اللي تستورد هذا اللقاح وتفعل استخدامه للمواطنين. المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، يا أهلا وسهلا. وبعدما أصبح بإمكان الأطباء المحليين إجراء عمليات جراحة العمود الفقري، لا سيما مع إجراء 9 عمليات خلال يومين و26 أخرى مسجلة على قائمة الانتظار، ألغت وزارة الصحة آلية إرسال المحتاجين لهذه الجراحة إلى خارج البلاد على أن تقدم إلى المواطنين بشكل مجاني. وزارة الصحة تعلن نجاح خطتها الخاصة باستقدام أطباء أجانب خبراء بجراحة العمود الفقري إلى مستشفياتها، بعدما ألغيت آلية إرسال المرضى إلى خارج البلاد لإجراء الجراحة. الكلف المالية أصبحت أقل، والأطباء المحليون بات بإمكانهم التدرب وتطوير مهاراتهم من الملاكات المستقدمة. تم إجراء 9 عمليات الأمس واليوم، وهناك أيضا قائمة العمليات التي ستستكمل بحدود 26 عملية. طبعا هذا في مجال جراحة العمود الفقري، ولدينا عمليات أخرى في مجال زراعة القرنية، أمراض القلب المفتوحة. هذه العمليات متاحة لكل المواطنين العراقيين المسجلين في قسم الإخلاء الطبي ومن كل محافظات العراق. إن هذه العمليات معقدة جدا وتؤثر على حياة الإنسان، وأن عدد الأطباء القادرين على إجراء هذه العمليات قليل جدا. أنا سعيد لأن الأطباء العراقيين ووزارة الصحة قادرين على التطور بهذا الملف والنجاح بالمهمة. جميع الحالات المصابة بمشكلات العمود الفقري تتابع وفق جداول زمنية من لجان وزارة الصحة بعد إجراء العمليات لها. عمليات معقدة ومكلفة جدا، لكن وزارة الصحة أكدت أنها تقدمها للمواطنين بشكل مجاني. الدول العالمية متمرسة ولديها البنى التحتية الكاملة لإجراء هكذا عمليات، لذلك احنا نستعين في بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، وتعتبر عمليات مكلفة جدا على موازنة وزارة الصحة وموازنة الاستخدام الطبي، لكن وزارة الصحة دأبت على إجراء هذه العمليات بشكل مجاني كامل. أنا قدمت من العام، بس جت جائحة كورونا بوقتها فتأخرت حالي من حال المتقدمين، وقدمت عن طريق مدينة الطب بوقتها، عن طريق وزارة الصحة قدمت كعمل، ما جاي أحس أنه أكو تقصير بي، بالعكس يعني تعاون، متعاونين ويا المواطن. ولنجاح هذا الملف وغيره تحتاج وزارة الصحة لأموال إضافية لبناء المستشفيات وإكمال المتلكئة الإنجاز منها بالسرعة الممكنة. وزارة الصحة أكدت أيضا أن ملاكاتها ستتمكن من إجراء عمليات جراحة العمود الفقري خلال الأشهر المقبلة دون الحاجة إلى الخبرات الدولية. من مستشفى ابن سينا في بغداد، ياسر عامر، العراقية الإخبارية. إلى جانب المنتجات الزراعية التي أعلن عنها، تستعد وزارة الزراعة إلى تصدير نحو 700 ألف طن من التمور و 900 ألف طن من الشعير إلى الخارج بعد وصولهما إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، فيما تتحدث الوزارة عن خطط جديدة لتوسيع المساحات الزراعية وتطوير هذا القطاع بعد سنوات من الإهمال. وزارة الزراعة تضع برامج وخططا متطورة لتصدير الفائض من التمور عبر طرق تسويقية جديدة،
وذلك بتوسيع مشاريع الإنتاج المحلي لأنواع ذات جودة عالية تصل إلى أكثر من 700,000 طن جاهزة للتصدير. الدعم الكبير اللي هو حماية المنتج الزراعي المحلي وحمايته وزيادة السعر للتمور وتكون سعر مزية لأصحاب البساتين، هذا يشجعهم على زيادة الزراعة. التمور ممنوعة حسب قانون الحجر الزراعي 76، ولكن مع الأسف الشديد تدخل التمور ومن بعض المنافذ الغير مسيطر عليها، ولا نخشى ذلك، نقول نعم هناك تمور تدخل، ولكن نأمل من الأخوة في المنافذ تجديد الإجراءات. في حين بيّنت شركات إنتاج التمور ومتابعون أن من أهم أسباب النجاح في الحصول على تنمية اقتصادية في القطاع الزراعي دعم المزارع ومنع الاستيراد غير المرخص من المنافذ غير القانونية، فضلا عن استيراد المكننة الحديثة. احنا على استعداد الحقيقة كمهندسين كعاملين كعراقيين بشكل عام أن نرجع بلدنا مثل ما كان، بلد صناعي وبلد منتج وبلد مصدر وليس بلد مستهلك ولا بلد مستورد. التمور اللي دخلت عندنا بصورة غير شرعية، تهريب من دول الجوار، وهذه طبعا خطر على تمورنا، يجب أن تضبط الحدود من أجل أن نفعل دور المستثمر في إنتاج التمور حتى تكون إلى يعني في الطاقة إيجابية لاستيراد وتصنيع التمور في الداخل ومن ثم تصديرها، لا أن نجعل له يأخذه اليأس من خلال أن يرى في الأسواق المنافس وهو التمور الدول المجاورة بأسعار بخس. وكان العراق قد وصل إلى نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي لمحاصيل الخضروات، حيث تم تصدير 500 طن منها، والشعير التي أصبحت جاهزة للتصدير للأسواق بأكثر من 900,000 طن. سيتجه العراق في تنشيط الاستثمار بالقطاع الزراعي لا سيما الصناعات التحويلية في إنتاج التمور وتصدير الفائض منها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزراعية المنتجة محليا. من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا الملف مع عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية الأستاذ علي البديري. السلام عليكم أستاذ علي. يعني موضوعة التصدير موضوعة جيدة جدا، يعني الحمد لله وصلنا لهذه المرحلة، لكن كيف يتم التصدير؟ يعني نشاهد بعض المغلفات بصراحة بسيطة يعني في التعليب وفي التغليف. في البداية تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة العراقية الأخبارية. طبعا أنا أستغرب، يعني موضوع كلش مهم، موضوع هو عنوان العراق. التمور والنخلة هي عنوان قديم للعراق. المفروض قبل ما تجرى عملية التسويق تكون هناك دراسة مستفيضة وإعداد أدوات للتصدير. يعني أنا ما أصدر منتوجي بأدوات بدائية وبعدين تكون السمعة سيئة للبلد. وأنت تعلم والجميع يعلم، عندما نقوم بالتصدير إلى بلد ويكتشف هذا البلد أنه منتوجنا تعرض إلى تلف أو إلى أي أشياء أخرى سلبية، راح تكون انعكاساتها سلبية على منتوجنا وليس فقط على التمور، حتى راح المستقبل راح يمتد عنده، يعني راح يمتد بالمستقبل إلى المنتوجات الأخرى اللي العراق ناوي إلى زيادة إنتاجها. صح. واكتفاء ذاتي والزائد يتم تصديره. لحد الآن لم توجد هناك مقومات ضمن ضوابط وأصول جيدة نستطيع من خلالها الحفاظ على هذا العنوان وهذا المنتوج. أنا أستغرب، يعني هي القضية مو قضية إعلامية، لا، هي قضية تاريخ. يعني هذا السمعة. التقرير تقصد أستاذ، يعني هذا التقرير الذي عرضناه اليوم هو موضوع تسويق إعلامي فقط؟ تسويق إعلامي فقط. وأنا إذن أدوات التسويق غير موجودة أصلاً، ما موجودة. وأنا أتمنى لو تكون هناك زيارة ميدانية للحقول للمزارع للبساتين العراقية، وحتى يسمعون من هذا المزارع البسيط شلون يتم عملية جني محصوله وتسويقه. كلها إجراءات بدائية لا ترتقي إلى هذا الحدث الكبير. أما الآن أنا أستغرب، النجاح مو بالإعلام، النجاح بالواقع بالدراسة بالمنتوج الجيد. أستاذ علي، هذا الكلام كبير جدا يعني، ومن جهة رسمية. لا، هذا كلام، هذا كلام صراحة، يعني فعلا هو كلام حقيقي، إن إحنا نريد نحافظ على سمعة المنتوج العراقي. طيب أنتم كمجلس نواب شلون تأثرون بشكل إيجابي وبضغط حتى نعيد العمل بالمصانع مثل مصانع التعليب وغيرها؟ طبعا إحنا كان عندنا لقاءات متكررة، جمعنا
أطراف من الصناعة وأطراف من الزراعة، نعم، حتى نصل إلى إنتاج إلى 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 نتيجة مرضية لكل العراقيين. نعم. فأكدنا لهم، قلنا لهم سمعة المنتوج العراقي فوق كل شيء، نعم، فوق التسويق الإعلامي. نعم. خلنا نضع ضوابط، هاي الضوابط من خلالها حتى لو نتأخر نتأخر فترة من الزمن مو مشكلة، ولا نقع بالخطأ. صح. فوضعنا منهاج، ومنهاج تم الاتفاق عليه من قبل المدراء العامين المسؤولين عن الوزارات المعنية، وانطيناهم فترة زمنية، فترة زمنية حتى يعطونا نتاج. إذا قضية تتعلق بالتصويت داخل مجلس النواب العراقي قلنا لهم احنا جاهزين. نعم. وإذا قانون متأخر في مجلس الوزراء سرعوا بإرساله إنه، وهم ندرسه ونضيف له بعض الأشياء اللي هذا ينعكس إيجابيا من باب الإيرادات، من باب تشغيل القوى العاطلة. احنا مشكلتنا للأسف الشديد أكو أشياء ننظر لها وقتية. نعم. آنية. نعم. مو أشياء مستقبلية، يعني نعطي الوعود وراء فترة يصير تنصل من عدها. هو حتى موضوع تسويق المنتجات اليوم داخل البلد ربما يعني لا يحظى باهتمام المواطن أو لا يحظى بالنتيجة المطلوبة، لماذا لا يتم اليوم النظر إلى التسويق داخليا ومن ثم الاعتماد عليه بعد ذلك خارجيا والاكتفاء من البضائع المستوردة؟ عاشت إيدك. احنا قمنا البداية قلنا لهم عينا سقعد يجينا تمور من خارج البلد، تجينا بأطر كلش راقية، خل نبدأ بعملية التعليب داخليا ونكتفي ذاتيا بعد ما نجيب أي نوع من التمور من برا. نخلي مواطننا مو يكتفي بموضوع التمور لمدة شهر أو شهرين، لا، على مدار السنة. وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص، إنشاء مصانع عملاقة للتعليب، وبالتالي نصل إلى نتيجة مرضية. وبعدين عندما يحدث هناك اكتفاء ذاتي من قبل المواطن العراقي، ولن نلاحظ أي عملية استيراد للتمور الأجنبية. هاي الحالة ننتقل إلى الموضوع الآخر وعملية التصدير. تصدير. أما حاليا يتم غير جاهزة للتصدير. طيب سيادة النائب، أكو موضوع أيضا يعني بعض الناس القطاعيين من الجهات القطاعية الخاصة بصراحة ثروا في أكثر مكان، ربما هو غائب يعني ولا يثار الآن، اللي هو موضوعة استيراد بعض الأصناف من النباتات وخاصة الأصناف من النخيل الخاصة والنادرة. هناك منع، وربما هذا القانون يعني قديم. أحسنت. نعم. فعلا أكو قانون قديم يمنع موضوع الاستيراد لأنواع نادرة من التمور. نعم. تزرع بطريقة الزراعة النسيجية. نعم. وخاصة في بلد الإمارات، حتى في السعودية، حتى سعرها قليل جدا. نعم. فهناك طلبات من مجموعة كبيرة من المزارعين التمور يعني النخيل. زين، هذه الطلبات ما نوقشت يعني نوقشت نناقشون هذا القرار؟ نوقشت. نعم. وكان هناك اجتماع بحضور وزير الزراعة، وطلبنا من عنده كلجنة. تدري احنا ما نقدر نشرع قانون بحدنا اذا ما يجينا من الحكومه. نعم. فقلنا له سرعنا بموضوع الغاء هذا الموضوع المنع. نعم. الغاء المنع راح يوفر لنا انه المزارع العراقي راح يزرع لنا اشجار نادره واصناف نادره. فعلا. وقسم منعتها عاداتها جدا قليله في هذا البلد وباسعار قليله، وبالتالي تكون عملية انتشار كبيرة لزراعة النخيل بأصالحه بهذه الأصناف. نعم. النادرة. وعدنا الرجل بس لحد الآن ما لاحظنا جدية واضحة بمنع أو إيقاف هذا المنع، لأن هذا أنا أعتبره منع جائر. نعم. لأنه أنا جايب لي فسيلة، أنا ما جايب لي تمور، بالعكس انطونا كم فسيلة وبعدين نصير عملية الإكثار هنا جو داخل العراق. وكان العراق بلد رائد في زراعة النسيجية. العراق أصلاً كل الخبراء. نعم. كل الخبراء والطاقات الموجودة في المختبرات الموجودة في الإمارات وبالسعودية كلهم طاقات عراقية. نعم. كلها طاقات عراقية موجودة. وبالعكس كان هناك طلبات من علماء عراقيين في فترة من الفترات ظروف قاهرة تركوا البلد وبعدين التحقوا بهذه المؤسسات. نعم. المهمة في هذه البلدان. مهم. طلبوا من عندنا الرجوع إلى البلد بشرط أنه نوفرهم الأرضية حتى يعملوا. نعم. نشكرك جزيلا عضو جزيلا. لجنة الزراعة والمياه النيابية الأستاذ علي البديري، شكرا جزيلا. حياكم الله.
أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا تنفيذ حملة لتطوير عدد من مداخل بغداد الرئيسة، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها عن طريق التخصيصات المالية الخاصة بالمحافظة. تعرفون موازنة 2020 ماكو موازنة، ولكن بالأموال الذاتية واردات البلدية نحاول أنه نطور المداخل بالأموال الموجودة، ويشوفون هذا مقطع يعتبر جميل، نحاول أن نمده بعد إلى الأمام وجد نقدر نمشي به في سبيل صيفة منظر لطيف ويعني جميل يجمل مداخل بغداد. رسومات وملصقات تزين زجاج السيارات في بغداد، مشهد أصبح مألوف بالنسبة لأصحاب سيارات النقل الجماعي وعجلات التوك توك، في حين تحتل العبارات الدارجة والأمثال الشعبية وأبيات الشعر الصدارة بالنسبة لأصحاب تلك السيارات. زجاج أصبح كأنه لوحة جدارية للكتابة عليه، كتابات تنطق عن اسم صاحبها متنوعة بتنوع الأذواق والمزاجات. يعني هيك عن الجمالية ما جمالية، لا أكثر ولا أقل. اللزقات والفيكات وهاي كلها فرق عن شوية عن طاقتنا يعني. السيارة تطلع يعني بشكل جميل، يعني يسمونها جمبازية. أرجع 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 أرجع. أما التوك توك والدراجات فلها النصيب الأكبر من الملصقات والكتابات التي يعتقدون إنها لا تسيء لأحد. هي أول شيء اللزقات ما بيها سؤال واحد، الشغلة الثانية ما هي يعني بيها احترام، احترام جميع واجب وغيرها الشغلات، حقني والموت بيد الله وهاي السؤال فيها يعني كل من بكيفه يعني ما تعرف، إيه شعار يعني خلي وراء التيك توك. تصنع هذه الملصقات بواسطة طابعات خاصة وتباع إلى المحلات الأخرى والمحافظات. شغلنا هنا حسب الطلب، عندك مثلا العبارات، عبارات يعني شلون تقول شلون الطشة زين، من الطش عبارة زين لزقوها على ابو الستوتة ابو التيك توك. يجون بعض الشباب يريدون عبارات او شومات، بعض العبارات المشهورة يلزقوها على التيك توك او على الجام، بعض يجون اشخاص سيارتهم بها ضربة او شخوط يريد مثلا وشومات، فاحنا عندنا هاي النماذج كلها، او إذا أحد يريد نصمم له. أكثر العبارات يعني شعبية يعني تكون مثلا هسه هاي العبارة شلك بالعشق وامك تموت عليك. تشير الفقرة ثالثا من أحكام المادة 25 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، فإن مقدار الغرامة 50,000 دينار لمن يضع ملصقات الزينة والإعلان أو الكتابة أو الرسم على زجاج العجلة الأمامي والخلفي، رغم ذلك لم يعطونا تصريحا بذلك. باختلاف المناسبات والمواسم تبقى الطابعات شغالة لإنتاجها كذا كلمات. البيت ما بيتشنى جنة ولا تباوع وكاف حسد، هذه العبارات وغيرها ملصقات يشاهدها العراقيون يوميا على زجاج العجلات، وكأنها تعبر عن حالهم بمزاجية متقلبة. من بغداد، ماهر عدنان، العراقية الإخبارية. بمبادرة من شبكة الإعلام العراقي ونقابة الرياضيين العراقيين لتشيع رمزي للراحل أحمد راضي في بغداد تقديرا لتاريخه الرياضي الكبير، رياضيون طلبوا خلال التشيع الرمزي بدعم هذه الشريحة والاهتمام بأبطالها في حياتهم. جمع من الرياضيين والمحبين جمعتهم مبادرة شبكة الإعلام العراقية ونقابة الرياضيين بتشييع رمزي لأسطورة كرة القدم العراقية الكابتن أحمد راضي، قدمت فيها كلمات الشكر والثناء كل من يخلد رموز الرياضة ويستذكر مآثرهم في البلاد. بارك الله بجميع الجهود اللي بذلت من أجل إقامة هذه المناسبة الحقيقة الحزينة على قلوبنا، لكن جهودهم كبيرة الأخوان، ما قدرنا نسوي هذا الشيء بوقتها اللي كان هول المصيبة والظروف الصعبة. بغض النظر عن من يكون أو من يكون حاضر في هذه المصيبة، لكنه أعتقد أنه هذا الجمهور هو كافي، كافي بدون مسؤول، كافي بدون أي منصب. شكرا شبكة الإعلام العراقية المحترمة الأم، وشكرا جميع الشبكات الفضائية لما قدمه أحمد راضي حبيب الكل. رفقاء الدربي للكابتن أحمد راضي الذين شاركوا في التشييع الرمزي
لم تغب عنهم كلمات العتب على بقية المؤسسات المعنية، لا سيما الرياضية منها، بعد أن أهملت الكثير من رواد الرياضة في حياتهم دون توجيه بوصلة الاهتمام عليهم. الأولمبية وذا الاتحاد شو السبب؟ نقول الحمد لله وشكرا. أكو عتب داخلكم؟ والله هو موجود، العتب موجود موجود، بس يعني قد ما حكينا ما مدى يفيد الحكي، والله مدى يفيد الحكي. للأسف الشديد الظاهرة العامة في العراق هي أنه المبدعين أو البارزين أو نجوم المجتمع لا يخلدون في أوقات حياتهم، وإنما يذكرون كما نشاهد الآن بعد الممات أو بعد الرحيل. هذه طبعا يعني هذا الاستثناء هو قاعدة في العراق. وكان الكابتن أحمد راضي قد رحل إلى جوار ربه في 22 من شهر تموز المنصرم، وقد شيع جثمانه بشكل بسيط حينها بسبب انتشار الجائحة. خرجت جموع المشيعين المشاركين بهذا التشييع الرمزي للكابتن أحمد راضي من خلال مبادرة شبكة الإعلام العراقية ونقابة الرياضيين العراقيين، تخليدا ووفاء لأسطورة العراق الراحل أحمد راضي. عبد الصمد كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد. نذكر بالعناوين. رأي انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح والتزوير والتلاعب. الرئاسات الثلاث تؤكد أهمية تمرير قانون الانتخابات وإكمال متطلبات عملية الاقتراع في أسرع وقت. القضاء يحذر من حالة الفراغ الدستوري ويدعو لسماع وجهة نظره بخصوص قانون المحكمة الاتحادية. اللجنة العليا تؤكد عدم استقبال زائرين من الخارج هذا العام وتعيد فتح المتنزهات والجوامع لكن بشروط. تدخل التمور ومن بعض المنافذ الغير مسيطر عليها، ولا نخشى ذلك، نقول نعم هناك تمور تدخل، ولكن نأمل من الأخوة في المنافذ تجديد الإجراءات. بعد سنوات من الاستيراد، الزراعة تعلن تصدير مئات آلاف الأطنان من الخضروات والشعير والتمور. نشكر فضل اهتمامكم بهذه الفترة الإخبارية، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.